وسهلا بكل متتبعي قناة طب سهام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. نهار جديد، طبق جديد، كيف ما كتشوفوا معايا. فانا اليوم غنقدم معكم مريقة باللحم مضغمر، كيجي رائع جدا. خليكم معايا لاخر الفيديو. غادي نحتاجوا لهذا الطبق معلقة صغيرة ديال الملح، كيبقى طبعا على حسب الذوق، واول مره غادي نستعمل التحميره، وصراحه كتعطي واحد الطيبه زوينه. معلقه صغيره ديال التحميره، واحد المعلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم، جوج معلقات صغار ديال السكينجبير، عندي معلقه صغيره ديال الابزار، ونصف معلقه صغيره ديال القرفه. فهي كتعطي واحد الطيبه زوينه، وكيجي الطبق في واحد المريقه مختلفه، وديك الدغميره صراحه كتجي زوينه بزاف. فانا هنا غادي ناخذ واحد ثلاثه ديال الحبات او الفصوص ديال الثوم، غادي نحكهم كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد غادي نضيف واحد الكاس ديال الماء باش هاد العطريه هكا تعطيني هكا تساعدني، وغادي نضيف كيف ما كتشوفوا معايا شويه ديال الربيع، تقريبا غير واحد المعلقه باش ما كيجيش اللون ديال المريقه خضر او ديال الدغميره خضر. كيف ما قلت داك الكاس ديال الماء غير باش كنجري شويه هاد العطريه، وكنلقى داك الحيمات فين ندوزهم وتشرب العطريه. صافي، فانا كنخفف هكا هاد الشرموله، وغادي نبدا ندوز القطع ديال اللحم اللي عندي. كيبقى اللحم على حسب العدد ديال الافراد، كندوزهم كاملين مزيان في هاد العطريه. صافي، وكنبقى كننزل في الجنب حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي، ومن الاحسن نخليوها واحد ساعه او نصف ساعه حتى كيشرب داك اللحم العطريه مزيان، وعاد كندوزو نديروهم في الطنجره. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه، فانا كنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. والجميلات اللي معايا، فانا كنقول لكم شكرا بزاف على الرسائل والتعاليق الجميله اللي الله يخليكم عليا. صافي، فانا غادي نحتفظ به كيف ما قلت تقريبا واحد ساعه، ونرجعوا نتلاقاو. كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما دازت ساعه، فانا غادي ناخذ ناخذ الطنجره ديال الضغط، او ممكن نستعمل طنجره عاديه، يعني ماشي ضروري انني نسد على هاد المريقه ديالي او على هاد اللحم ديالي في الطنجره او الكوكوط، ممكن ما نسدش عليها. ولكن من طبيعه الحال اذا كنا مزروبين ماشي مشكل اننا نسدو عليها. فانا خديت كاع القطع اللي عندي درتهم هكا في الكوكوط، غادي ناخذ هاد شويه العطريه اللي بقات ليا، غادي نضيفها على الحيمات، وندير واحد الكاس ديال الماء على هذه بقات ليا هنايا في هذا البانيو باش ما تضيعش طبعا. في هذه الوقيته فانا غادي ننزل الكوكوط ديالي او الطنجره فوق النار اللي تكون مهيله، ونخلي هاد الحيمات ديالي تقلى او تشحر مزيان بلا ما نضيف الزيت. فانا غادي نخلي الزيت حتى الاخر، تنبغي نسد في مره. صافي، فكيف ما كتشوفوا معايا، فانا كنقلب هكا اللحيمات من جوج ديال الجهات. ملي كنشوف بلي اللحيمات صافي راهم تشحروا مزيان، عاد غاديه نضيف زيت زيتون، او ممكن ديروا زيت نباتيه، او نخلطوهم مع بعضياتهم، كيبقى لكم الاختيار. فانا هنا خديت واحد ثلاثه ديال البصلات كبارين اللي قطعتهم كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نستعمل واحد ثلاثه ديال المعالق كبار تقريبا ديال زيت زيتون.
فانا غادي نضيف زيت الزيتون بلا ما نرجع نحرك الطنجره بصفه نهائيه. غادي ناخذ البصيله غادي نديرها حتى هي من الفوق مره اخرى، فانا ما غاديش نحرك هذه البصيله ولا صافي، غادي نكتفي بهذه الطريقه. غادي نضيف الماء فقط هو الاخير، كنحاول نغطي شويه داك اللحم، وغادي نسد على الطنجره ديالي ونخليها تقريبا واحد ساعه لارب. في هاد الوقيته فانا غادي ندير معكم هاد العمليه سريعه، فانا غادي ناخذ هكا البرقوق غادي ندير ليه واحد جوج كيسان ديال الماء، فانا ما غاديش نخليه يطيب بوحديتو، غادي ندير كلشي في مره واحده. غنضيف ليه واحد جوج المعالقات ديال السكر مع واحد المعلقه ديال القرفه، وغادي ننزلهم يطيبوا في مره واحده ونخليهم على نار مهيله. يعني هاد الطريقه كتسهل شويه الا كنا مزروبين. كيف ما كتشوفوا معايا فالمريقه ديالنا طابت والحيمات راهم طيبين، صراحه كتجي بنينه بزاف، وان شاء الله تجربوا الطريقه ديالي وتردوا لي اكيد في لي كومونتير. فمن بعد ما وجدنا الطبق ديالنا فانا غادي ننزل بالنسبه لديك البصيله، فحنا كنخليو الكوكوط حتى كتنشف مزيان، يعني كتبقى لينا غير ديك الدغميره ديال البصيله اللي كتكون ثقيله شويه وملبيه وكمريقه قليله بزاف. عفوا، صافي، فانا كنزل كيف ما كتشوفوا معايا. كنتمنى صراحه هاد الطبق ينال اعجابكم ان شاء الله، واكيد الى عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب ان شاء الله. فبالنسبه للتزيين ديال الطبق ديالنا، كيبقى لكم دائما الاختيار في التزيين، ودائما صراحه كنقولها، فانا اليوم غادي ندير تزيين هكا بشويه ديال البرقوق مع شويه الزنجلان شويه اللوز والبيض مسلوق. يمكن لينا نستعملوا شويه المشماش او القرقاع، يعني كيبقى على حساب اللي متوفر لينا. فانا هنا خديت البيض كيف ما كتشوفوا معايا قطعته، صافي حاولت ندير هكا هاد الزين اللي هو صراحه بسيط، ننزل هكا البيض في الوسط خديت واحد الحبات ديال البرقوق من بعد ما طاب، دوزتهم في شويه ديال الزنجلان كيف ما كتشوفوا، وغادي نحاول هكا ننزلهم في الجوانب. حنا كاملين كنعرفوا بلي انه صراحه التزيين كيلعب دور كبير، والعين هي اللي كتشوف وكتعجبنا الحاجه باش عاد كناكلوها. هناخد اللي بقى ليا من البرقوق هكاك، وغادي نزيد حتى هو نضيفو في الجوانب. في الاخير فانا غادي نضيف شويه ديال اللوز اللي من طبيعه الحال فحنا سلقته وفسخته وقليته في شويه ديال الزيت. فهو طبق مغربي 100%، كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق المغربي ديالنا. كنتمنى هاد لا فيديو يكون نال اعجابكم، شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وطبق جديد اكيد. شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم، شكرا مره اخرى.